السلام عليكم ورحمة الله. شهدت الأوضاع السياسية في لبنان بالمرحلة الأخيرة تطورات إيجابية من خلال عودة التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ومن خلال الاتفاق على آلية جديدة لمقاربة الانتخابات الرئاسية، وهذا ما عبر عنه رئيس التيار الأستاذ جبران باسيل، كما أكده أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. ويبدو أن الفريقين مقتنعان اليوم بأنه ضرورة الحوار والتواصل للبحث عن مسارات جديدة لمعالجة الأزمة اللبنانية في ظل الانسداد الحاصل على الشأن السياسي وعدم وجود أي مقاربات جديدة من قبل القوى الخارجية، خصوصا المبعوث الفرنسي. وبانتظار عودة المبعوث الفرنسي، أعتقد أن عودة الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر يشكل المدخل الصحيح لمقاربة الانتخابات الرئاسية والبحث عن حل لهذه الأزمة من خلال الثقة المتبادلة بين الطرفين والوصول إلى توافق مشترك حول كيفية معالجة هذا الاستحقاق المهم.